أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا بايا يا بنجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك، إنه أغلى وإلا غادرتك ذليلا. تعطي الحياة قيادها لك كلما صيرتها يا للمكرمات ذلولا. قل كيف عاش، ولا تقول كم عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. ما غر إن طوت المنية ماجدا، كثرت محاسنه وعاش قليلا. يا ما كان للأحرار إلا قدوة، يا بطل توسد في الطفوف قتي، لا بعثته أسفار الحقائق آية، يا لا يقبل التفسير والتأويل، وكأني بإمامنا الحسين سلام الله عليه صريعا على رمضاء كربلاء،
وقد أقبلت أمه الزهراء بروحها الطاهرة تنظر إلى ذلك الجسد الشريف كأني بها تخاطبه تقلك تقلك يا عزيز الروح يا سباح قلبي ويا ضياء بعين أمك لا يا 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 ابني يا ابني ما تقل لي وين راسك راح أيوة إماما هو مظلومة يا ابني ما تقل لي وين راسك رايح يا حسين يومك بيش وصفنا أوصفنا يا أماني أمك جيت أطلب بحق ربايا يا ماي العين يلي ما شربت الماي والله يا ماي العين يلي ما شربت الماي يا اللي ما شربت الماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الرواية الشريفة عن إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام أنه سئل على ماذا بنيت أمرك، فأجاب إمامنا عليه السلام بأربعة كلمات نسلط الضوء على هذه الكلمات الذهبية، عسى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى على السير على هدى الإمام الصادق عليه السلام وتطبيق ما قال. فقال عليه السلام أربعة أشياء على أربعة أشياء علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. علمت أن صلاتي لا يصليها غيري، وصومي وأمري بالمعروف ونهي عن المنكر، وزكاتي، وبري لوالدي وبري لإخواني لا يقوم به إلا نفسي. فقمت بما أوجب الله تعالى علي واجتهدت، بذلت جهدي في طاعة الله وفي فعل الصالحات. يعلمنا الإمام عليه السلام بهذه الكلمة أن لا نتكل على أحد كي يقوم بأعمالنا، ولا نتكل على غيرنا بعد موتنا. فقد يكتفي أحدنا بالوصية، يقول عندي قضاء صلاة، علي كفارات، في ذمتي كفارات، في ذمتي أفعال كثيرة أوصي بها ويقوم بها غيري من بعدي. كلمة الإمام عليه السلام تعلمنا أن لا نتكل على أحد، فما يدريك أنه سيقوم أحد من بعدك بما وجب عليك القيام به الآن. قم به الآن ولا تؤخره، فقد وردت روايات تحث على استعجال فعل الخير. يعني إذا عندك عمل خير قم به الآن ولا تؤخره. ففي الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخر، فإن العبد ربما صلى الصلاة أو صام اليوم
فيقال له اعمل ما شئت بعدها فقد غفر الله لك. يعني يقول لنا الإمام عليه السلام لا ندري أي عمل يسبب لنا المغفرة من الله عز وجل ويسبب لنا دخول الجنة، فاعمل ما بدا لك من أفعال الخير، فقد تصلي صلاة واحدة أو تصوم يوما تطوعا ويقال لك اعمل ما شئت. اعمل ما شئت من شو؟ يعني اعمل ما شئت من السيئات، والعياذ بالله، اعمل ما شئت من أفعال الخير قليلا أو كثيرا فقد غفر الله لك. يدل على ذلك أن المقصود أفعال الخير وليست أفعال الشر، أن أفعال الشر لها أثر، وقد يرتكب الإنسان ذنوبا بعد حسناته توصله إلى الكفر، فإذا مات الإنسان كافرا هبط عمله. فافعل ما شئت من أفعال الخير، استعجل بأفعال الخير فلا تدري أي فعل يوجب لك المغفرة من الله ويوجب لك دخول الجنة. قال عليه السلام علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت بذلت جهدي في القيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقال عليه السلام وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت. علمت أن الله يراني يراقبني في كل حالاتي فاستحييت أن أجتاز حدودي وأن أعمل ما يكره الله سبحانه وتعالى. وقد جاء حديث عنه أيضا عن الصادق عليه السلام يسأله أحدهم عظني يا ابن رسول الله، فيقول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعل نفسك، يقول عظني ويسأله عن معنى التقوى، فيقول الإمام عليه السلام التقوى أن لا يجدك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فيقول زدني، يقول الإمام لا أجد. يعني بعد هذه هي الموعظة البالغة، وهذا ما سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه. علمت أن الله مطلع علي، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الإمام عليه السلام يستشعر وجود الله أينما كان، وله مع الله حالات خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. نحن هناك حجب تجعلنا في غفلة، كيف نعالج هذه الحجب؟ كيف نرفعها؟ يقال لنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال إن لم تكن ترى الله فإنه يراك. يعني التفت، حتى لو أنت ما كنت تستشعر وجود الله سبحانه وتعالى فاعلم أن الله يراك، فهذا سيعينك على رفع الحجب وعلى تقوى ربك. وقال عليه السلام وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. الرزق كلمة لها مصاديق كثيرة، فالإيمان والتقوى رزق، والعلم رزق، والمال والزوجة الصالحة والأولاد والدار والعقار كل ذلك من مصاديق الرزق، لكن الإمام الظاهر من الرواية يتكلم عن ذلك الرزق، عن المال ونحوه، ذلك الرزق الذي يخشى أحدنا أن يأكله الغير، أن يأخذه الغير، ولذا قال علمت أن رزقي لا يأكله غيري. الرزق مقسوم، كل له نصيبه. ترى بعضنا أحيانا يحسد الآخر من بني مذهبه، ليش؟ يحسده على رزق، يعني مثلا أبناء تجارة واحدة أو أبناء عمل واحد يحسد أحدهم الآخر، لما؟ لأنه يحسده على الرزق. وللحسد آثار مدمرة، يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إن الحسد
يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. يعني الحسد يوصل الإنسان إلى حالة لا يدع عنده إيمان. أحد وجوه هذا الحديث أن الإنسان يضحي بإيمانه من أجل شفاء غليله حيث يشعر بالحسد اتجاه الآخر. ولنا أمثلة ضربها لنا القرآن، مثلا قابيل عندما حسد أخاه هابيل عليه السلام فقتله، حسده لأنه كان بالأصل وصي أبيه، حسده على الوصية فقربا قربانا فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل فحسده فقتله، فضحى بإيمانه، ضحى بنفسه، جعل نفسه من أهل النار من أجل حسده. هذا الحسد لا حاجة له. يقول الإمام رزقكم مضمون، فلا تستوحش ولا تيأس ولا تجزع، علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمئنت، كن مطمئنا. كما أن صحة أحدنا ما منعت الآخر أن يكون صحيحا، كما أن إيمان أحدنا ما منع الآخر أن يكون مؤمنا، كذلك مال أحدنا لا يمنع الآخر أن يرزق مالا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع كما قال الإمام الباقر عليه السلام: ألا إن الروح الأمين قد نفث في روعي. يعني ألهمني جبريل عليه السلام، ماذا نفث في روعك يا رسول الله؟ أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ما بتخرج من الدنيا إذا لم تستوفي رزقك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم قال عليه السلام، نعود إلى الإمام الصادق، قال: وعلمت أن آخر أمر الموت فاستعدت. علمت أنه بعد هذه الدنيا الموت، بعد أن أجمع الأموال لسان حالنا طبعا، بعد أن جمعت الأموال وتزوجت وأنجبت أولادا وملكت عقارا وديارا، وبعد أن حصلت على الجاه والشهرة، ماذا بعد؟ هناك الموت. لابد لنا من قبر نسكنه إلى أن يبعثنا الله يوم القيامة. فاستعدت، هيأت نفسي لهذه المرحلة، ويا لها من مرحلة عظيمة. هيأت نفسي. لنا في الاستعداد للموت أسوتان حسنتان، وهما الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام، حيث قدما ككل إمام أئمتنا عليهم السلام قدما ما عندهما في سبيل الله سبحانه وتعالى. هكذا نستعد للموت. الإسلام لا يحرم عليك أن تملك، لا يحرم عليك أن تكون عندك أموال أو يكون عندك جاه أو شهرة، لكن الإسلام يأمرك أن تسلط، أن تسخر هذه الأمور في سبيل الله، في سبيل مرضات الله. اجعلها وسيلة لنيل رضا الله والجنان، رضا الله سبحانه وتعالى. أما إمامنا الحسن عليه الصلاة والسلام قاسم ربه ماله 3 مرات في حياته، يعني أعطى الله سبحانه وتعالى نصف الأموال التي يملكها، حتى النعل بالنعل، يعني يعطي 1 في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى إذا دنت وفاته رؤي الحسن يبكي، فقيل له: يا ابن رسول الله أنت تبكي وموضعك من رسول الله ما أنت به؟ وقد قال فيك رسول الله ما قال، وقد حججت 20 حجة، وقاسمت ربك مالك 3 مرات حتى النعل بالنعل. فقال عليه السلام: أبكي لخصلتين، لهول المطلع وفراق الأحبة. أفارق أحبتي، أفارق حسينا، أفارق أهلي الطيبين من بني هاشم عليهم السلام، وهول المطلع على أحد التفاسير هول المطلع
هو الهول الخوف الذي يحيط بالمنازل الأخروية. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لا تجرؤ الملائكة أن تخيفه، هو سيدها، لكنه يعلمنا عليه السلام أن هذه المراحل التي سوف نستقبلها ولا بد منها يحوطها هول عظيم، فلا بد من الاستعداد لها. وأما إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام قدم كل شيء لله سبحانه وتعالى يوم الطاف، قدم ماله وقدم صحبه، وبعد أن فنيت أصحابه قدم أهله، وأي أهل؟ قدم أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، قدم شبيه أبي محمد الحسن القاسم عليه السلام، قدم البطل أبا الفاضل، قدم الطفل الرضيع، وعندما لم يبقى إلا نفسه قدم نفسه الشريفة لله سبحانه وتعالى. ولكأني أنظر إليه يقاتل القوم، يذب عن نفسه وأهله، يخاطبه ولده صاحب الزمان كما ورد في الزيارة الناحية، يقول: قد عجبت ملائكة السماوات، قد عجبت من صبرك يا ملائكة السماوات، أحتى نكسوك عن جوادك فخررت إلى الفهويت إلى الأرض جريحا، يا تطأك الخيول بحوافرها، يا وتعلوك الطغاة ببواترها، يا قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى خيامك إلى رحلك وبيتك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك. نعم، أصبح إمامنا صريعا على رمضاء كربلاء، وبينما هو صريع إذا هجم الأعداء على مخيمه روعوا النساء والأطفال، وبينما إمامنا بحالته إذا به يسمع صوتا حزينا يقرح القلوب: يا ابن أمي، يا حسين حبيبي، يا حسين أخي، إن الخيل قد أجمت علينا، أخي إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. لما سمعها أبو عبد الله سمع أخته زينب وقف عليه السلام، لكنه سقط من شدة جراحاته على وجهه الشريف، قام مرة أخرى سقط أخرى على الوجه الشريف، قام ثالثة سقط ثالثة، هنا خاطب أعداءه: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون
المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. ويلي وقفة زينب على الدن تنادي، وين وقعت يا سلوى تنادي، يا خويا يا خويا علينا غارة العوادي، ورحلك يا خويا ما بين عدوانك تجسم، يا ورحلك يا خويا بين عدوانك تجسم. سمع زينب تحشم بيه وتصيح، وهو يعالج بروحه ودمه يسيح، السبب حسين قام يقوم نوبة ونوبة يطيح، السبب حسين غير النفس مات، نعم نادى الإمام أعداءه قال شمرون ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال أقول لكم أنا الذي أقاتلكم، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم ومردتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا، أجركم الله. فقال الشمر اقصد بنفسه فالعمر إنه كفو كريم. فانكفأت الخيل والرجال على أبي عبد الله الوحيد الفريد، قوم يضربونه بالسيوف وقوم يرمونه بالنبال والحجارة وقوم يطعنونه بالرماح. أيوة مظلومة، أيوة وحيدة. وكأني بزينب تنظر إليه في تلك الحالة، كأني بأمه فاطمة تشاهده ولسان حالها. أنا الزهرة، أنا الزهرة، وأنا الذرة المضية، المضية مصاب الحسين، اش عمل بيا خلاني كل صبح ومسية أنوح عن عليه واصفج بدي، يا نوح عن عليه واصفج بدي، يا حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجبين مثخنا بالجراح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم عجل فرج وليك صاحب الزمان، سهل مخرجه أوسع منهجه، اجعلنا من جنوده وأنصاره وأعوانه
والمستشهدين بين يديه. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اغفر لنا ذنوبنا، استر علينا عيوبنا، تقبل منا هذا القليل بكرمك. يا الله ثبتنا على دينك، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، ثبت قلبي على دينك. اللهم ارزقنا من كل خير أحاط به علمك، وأعذنا من كل شر أحاط به علمك. من كانت له حاجة إلى الله فليسألها الآن فإنها تقضى إن شاء الله. اللهم بحق باب الحوائج إليك أبي الفضل العباس عليه السلام، اقضي حاجة كل محتاج لا سيما حوائج من سألنا الدعاء. اللهم شافي وعافي جميع المرضى بحق مريض كربلاء زين العابدين عليه السلام. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنسيين الذين لا يذكرهم ذاكر. اللهم ارحم فقيدنا الغالي وفقيدتنا الغالية، احشرهما مع محمد وآل محمد في أعلى عليين. اللهم إنا نهدي ثواب مجلسنا هذا إليهما وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات، وثواب الفاتحة بعد صلاة على محمد وآل محمد.